أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بتعرفوا كان عنا عطلة أسبوعين، وأنا قلت لكم إذا اشتقت لكم راح أرجع لكم. طبعا بالحلقة الماضية بالأسبوع الماضي سوينا حلقة فقط للاشتياق، ونبدأ نكمل مشوارنا. يعني ضيفنا لهالليلة هي الأخ التونسي أشرف البحيري، خلونا نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك أخي أشرف. أهلا وسهلا بك وأهلا بجميع المتفرجين. اسمي أشرف البحيري، من تونس، عمري 22 سنة، سنة أولى في الجامعة، اختصاص تقنية اتصال. أهلا وسهلا فيك أخي أشرف. يعني أنا كثير سعيد إنه من تونس الحبيبة، يعني تونس الخضراء، عندنا أصدقاء كبيرين يعني بصراحة. طيب أشرف، يعني يا ريت مثل نحن تعودنا إنه يبدأ الضيف بتعريف كيف تربى الوسط الاجتماعي الديانة، كيف أبوه علموه الدين، كيف يعني مثل ما بقولوا تربى على الدين من نعومة أظفاره. يعني على هيك لمحة تفصيلية عن طفولتك لما كبرت لمرحلة المراهقة، تفضل. هو بالأول أبو بابا وأمه معناها مش مستطيعين برشا بالدين، ما عندهمش الاطلاع الكبير بالدين، فهمت؟ اطلاع صغير وبرا، وحتى كي يقريوك معناها الخطوات الأولى متاع فما ربي ويا ربي يحرق ويرد بالك وكل، معناها مش حالة كبيرة. أما البرمجة الكبيرة تصير، وهذه المشكلة في تونس، تصير في المكتب، وبرشا عباد ما يمشيو ما يبعثوش ولادهم للروضة، يبعثوهم للكتاب اللي هو لازمهم يحفظوا. أنا قريت مش برشا في الكتاب. الكتاب هو عبارة إنه يقول لك أحفظ الصورة هذه في ساعتين. أنا أني طفل صغير لازمني نحفظ الصورة في ساعتين من غير ما نعرفها، ولتو عندي ذكريات تاع صورة العاديات. صورة العاديات أنا ما نفهمهاش، صورة العاديات، خاطر ما كنت صغير، ما كنتش نعرف شنو معناها، ولا عاديات، ما كنتش نعرف جملة. يقول لي أحفظها، وين ما نجمش نحفظ حاجة ما نفهمهاش، معناها لازم أمور نفهمها بقى نحفظها. هيك هو تغربت على من وقتها، وليت ما عادش نمشي، وكيما نقول وين الصغير في الدار، كي نقول حاجة لأمه معناها تنفذها. قلت لها أي ما عادش نحب نمشي، خذيت كلامي وقلت لك هو من المرة هذيك، وليت نقرأ روضة عادي وكل. أما التربية الدينية عند العباد هي اللي تقلق، عند المعلمين، عندهم السلطة، خاصة في المدرسة. في المدرسة يصبوا لك جميع القصص، قصص الغلطة كل تعلمتهم في المدرسة، بتاع إنه النبي، أول قصة النبي كان عنده جار يهودي، حاصل النفخ في السورة المحمدية، ما مش الإله، الإله هذا قريناه صحيح، لبي واليوم قالوا لنا فما إله، أما النفخ في السورة المحمدية كلها تصير في المكتب في الابتدائي، انه معناها ما تغلطوش الصغار، ما تحكيوهمش حاجات غلطه. معناها كي يحكيوا له يقولوا محمد كان عنده جار يهودي وكان يعمل له يعمل له يعمل له، الحكايه دي ما عندهاش حتى مصدر، فهمتني؟ وبعد تولي البرمجه من عند العباد ذوي السلطه في المجتمع، مش ذوي السلطه الكبيره. معناها فور اكزومبل تلقى واحد الكبير نتاع كيما نقولوا البلاصه، الشيخ والله كاين ديما هو يشد الشباب، ولازمكم تصليوا، ولازمكم شنو، ولازمكم ولازمكم ولازمكم، ويحس حتى في صلاه الجمعه تحس فما حث للاباء على ذلك القول. هو كيفاش عليهم علموهم في 7 واضربوهم في 10، معناها تحس في الجمعه يبداو يعاودوا فيها للاباء باش الاباء تسمع، باش الاباء شنو يعني معناها أعطيهم جوست يردوا أكثر عدد من المسلمين، ما بدون أي هدف، بدون أي هدف، قصص خاطئة. وأمور كان جي صحيح، ما تحكيولناش حاجات غلطة من الأول، ولا كان جي صحيح احكيولنا كل شيء من الأول، قلنا أنا راه محمد عمل الغزوات وكذا، ما تقولناش معناها هاك علاش، معناها هيك أول حكاية معناها في المجتمع اللي تربيت فيه، يعلمك الدين في جميع الخطوات، تولي تعلم الدين.
حتى كي ما تقول، حتى كي ما تقولش سنة إن شاء الله يقول لك كيفاش ما قلتش إن شاء الله، حتى كي ما تقولش سنة ده واحد ما قلتش السلام عليكم. المجتمع يعلم يكونش معناها ديني بحت، الأفراد نتاعهم يتلهاو بالعبد دينيا في الناحية الدينية أكثر من أنفسهم، فهمت هكا علاش تلقى مجتمع كيفنا إحنا في تونس أنا مش تلقى فما بلايص متدينة على الآخر وبلايص لا وبلا، خاطر غلطة يربي في تربية غلطة. وكان لو كان جي صحيح نلقاو العباد الكل على نفس معناها على نفس الإيمان على نفس ميم كاليبر، هو دين معناها في كتاب برك نورمالمون ميم كاليبر، مش نلقاني يعني واحد فور اكزومبل يفهم شوية، نعرف عباد يعني تجمع انه كتاب القرآن أحسن كتاب مع انه معمولهم ما قرأوه، معناها هذا هو الجهل، معناها تلقى عباد كيما كيك والعباد هذيك تعمل بروغراماسيون، وين المرة هذي قريت عليها بيك داي تيوري انه معناها كي تشد عبد تزنلو على حكاية تقول برشا مرات برشا يصدقها، معناها مجتمع كامل مجتمع كامل يعيد في نفس الكلمة ويشتر فيها فما إله، قلت نعمل تو سامبلومون معناها مش كلها اني باقتناع ولا لا عادي. طيب أشرف يعني مثل ما قلت العاديات وضبحا هي يعني أنت كنت تقرأها وما تفهمها، ما فهمت إيش أعطيني شعورك لما فهمت يعني لما فهمت العاديات وضبحا شو هي يعني العاديات وضبحا هي الدماء على السيوف للجنود نتفكرها الآية تهديد للقرية هيك ولا لا تهديد كان هو كان هو محمد يحلف بأحفرة الأحصنة والرمال اللي تطلع وبالحق كي عرفت المعنى ما نقولش نحسب كيك جملة كيما برشا عبيت وما تعرفش معنى ملكة اليمين وهو ملكة أيمانهم، فسرت هذه طفلة متدينة معناها تلبس المحرمة، فهمت معناها تعرف الدين، قلت لها مش معناها ممالكة أيمانكم تعمل لي الخير اللي عملناه في الدنيا، معناها عباد هل تشوفهم الدينين في البلاد هذه ما يعرفوش حتى أقل حكايات على كي قلت لها ممالكة اليمين هما النساء وترجمة تعمل لي أنت داخل في حيط ما تعرفش منين تقرا، هذه أسهل حاجة معناها أقل حكاية، حسيت روحي في تونس حسيت روحي معناها في تونس وكل ملم بأمور الإسلام أكثر منهم. هون المشكلة يعني إنه المسلمين يعني لا يعرفون دينهم للأسف الشديد، لا يعرفون دينهم يعني بصراحة يعني، وهذا هو سبب الجهل اللي فينا يعني، المشكلة لو عرفوا دينهم كان صاروا مثلنا يعني كان تركوا مشروا يعني، لأنه دين لا يتقبله أي إنسان لا يتقبله العقل أصلا يعني. طيب خلينا نرجع نروح على سؤال تاني، كيف بدأت بالشك يعني؟ هلا إذا مثلا بمرحلة الطفولة نقول علموك الدين علموك، كيف مرحلة مريت مراحل الشك حتى وصلت صرت ملحد يعني قلت أنا ملحد؟ فهمت أنا ما سمعت السؤال أول مراحل الحادية؟ لا أنا كان سؤالي كيف بدأت بالشك بمسألة الديانات بمسألة الغيبيات هي الخلق وهالمسائل هي، كيف بدأت بالشك وكيف وصلت لمرحلة الإلحاد وفكرت شيء تعتنق مثلا ديانة أخرى مثلا أنت يعني فكر تدرس ديانة أخرى؟ أشرف أظن يا ريت تكون معنا أشرف، أظن الخط فصل. سمعت السؤال أشرف؟ إيه بتنقطع الخط مش باهي برشا. طيب أنا مش باهي برشا. فهمت تاني تو نورمال، أنا أول حاجات الشك. يظهر في مشاكل عند الأخ أشرف بالتقنية. في مشاكل تقنية عندك أشرف؟
بتمنى يكون اشرف عم يسمعنا، واذا اشرف اذا طلعت من الخط رجعت اتصل كمان. طبعا اصدقائي انا راح افتح السكايب بعد شوي، وبتمنى مشاركاتكم طبعا مثل ما بتعرفوا. وانا بدي بس اقول لاصدقائي كان بالمفروض يعني اليوم يكون حلقة حبيبنا بصراحة، صديقي العزيز، صديق ونعم الصداقة بصراحة، الأخ رياض أمير البحث شجاع البغدادي يعني، بس عنده شغل فاضطرينا نأجل الحلقة ليوم الثلاثاء بعد بكرة الساعة 8 بتوقيت لندن. يا ريت يعني أنا بتمنى تشاركونا بالحلقة، والحلقة أكيد راح تكون قيمة عن نشأة الحياة. أشرف أنت معنا؟ أشرف يظهر أشرف طلع من الخط، فصل الخط معه يعني. أنا بتمنى الأخ أشرف يرجع يتصل فينا. طبعا أصدقائي أنا راح أفتح السكايب، وبتمنى مشاركاتكم طبعا، وبتمنى مداخلاتكم. أنا على كل حال راح أفتح السكايب حالا لحتى يجينا الأخ أشرف لأشوف بقية واحدة. والأخ أشرف رجع لنا أظن، رجع، راح في مشاكل بالتقنية عنده بالتواصل، وأنا بتمنى تنحل هالمشكلة هي بسرعة. طبعا في عندي رسالة من الأخ جون الفلسطيني عم بيقول كاتبها بالإنجليزي، ما بقدر أكون معكم اليوم لأنه مو بالبيت، بس هو بيتمنى لنا من كل قلبه النجاح. ماني 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 هو عم بيحكي عن المسلمين وعن مالنا بالطويلة. أنا بتمنى الأخ أشرف يجينا حتى نكمل الحلقة معه. وأصدقائي يا ريت أنتوا تتصلوا فينا كمان تغنونا الحلقة يعني. الأخ أشرف طبعاً أنا حكالي عن قصته مع الإلحاد، يعني قصة جميلة بصراحة، وكل قصة فينا نحن يعني التجارب اللي نحن بنمر فيها أغلبيتنا من هالبيئة الفاشلة، من هالبيئة المسلمة الفاشلة هي، من هالمجتمعات الفاشلة يعني قيمة وبصراحة، ومثل ما بقولوا يعني لازم نعطيه أهمية ونبحث فيها، لأنه إنسان يخرج من هالمجتمع هذا من غير تفكير هالمجتمع هذا، هذا وحده إنجاز بصراحة يعني، هذا إنجاز لحاله يعني. يعني أنا صار فيني مثل ما بقولوا خسرت عائلتي كاملة لحد الساعة هاي للأسف الشديد بسبب أفكاري، وأنا ماني ندمان نهائيا، ماني ندمان نهائيا، وراح أتم راح أوعيهم لأهلي كلهم إنه يا جماعة أنتوا في غلط، أنتوا في وهم، أنتوا في انحطاط، أنتوا في انحطاط إلى أبعد الحدود، أصحوا. الأخ أشرف رجع لنا، سامحوني الناس الكل، سامحني انت لو كونكسيون في تونس كيك ولا يهمك ولا يهمك. طيب اخي اشرف انا ارجع اعيد عليك السؤال، السؤال كان كيف بدات بمرحله الشك، ولما وصلت انه مثلا خلينا نقول الاسلام، نعرف انه خلفيتك اسلاميه، هل حاولت انه تدرس ديانات اخرى مثلا مسيحيه غير المسيحيه وتدخل فيها؟ هي المسيحيه اسهل شيء للمسلمين يعني قريبه لهم. تفضل. هي اول علامه الشك كان ما نشوفهاش معناها الايامات الاولى برك، معناها انا بتشوف تم تكون حاجات متراكمه. تو فور اكزامبل اني مثلا اني وقت كنت في الويتي ام امن اساسي معناها بعمر 13 سنة ما كنتش نفهم الدين 100%. كان العام الدراسي هذاك كارثي، عملته شوية حتى لدوبل شوية لعات العام، وكنت بصلي معناها وقتها كنت بصلي، كنت مواظب على الصلاة،
كنت معناها مستغرب، قلت شبيه لما يصليش ويدعي له يتقبل، بس معناها اني كن ندعي له ونصلي يتقبل ليش؟ لكن الشك هذا كان ديما نحطه تيلي في مخي، نقول الشك ما يجيش ما يجيش، نشك وما نشكها حصل في الديانة الإسلامية ما تنجمش تشك. معناها كان شك، كان شكك حتى في الإسلام تموت في كل شيء. هكا ليش ديما التالي ديما التالي ديما التالي، والمجتمع ديما هكا هو، معناها ما تلقاش شكون يفيقك يقول لك شوف اش بيك انت، يعني كي تدعي له ما عندك شيء وهكا ما دعاك. هكا هو بشوية بشوية بعد خويا دخل المرحلة الملحد، خويا الكبير، خويا الكبير ناقد معناها بيه وعاقل وكل، وانا هو كان يجبر خويا بالحاد، من اول ما ولا ملحد يجبر بالحاد معناها عادي، خاطر معناها كيما نقولوا ما نديروش برشا بالعباد، خاطر ما نديروش برشا برشا مش كيف هكا. هذا كان ديما تصير مناقشات حتى للحد بين خالي اللي في فرنسا، اسمه في فرنسا، بينا وبين خويا، وكان ديما خويا معناها ديما يقول برشا كلمات، معناها يعني ما كنتش ديما نفهم كذا يقول الاسلام تنشر بالقتل وبالكل وكل، وكما نقولوا يقولوا اقرا على بني قريظه، اقرا على درا شنو الاسلام هذا نشر، هذا معناها وجاب له ايات. وفما عندي خالي زاد اخر ما يعرفش من الاسلام كان صوم، هذا خالي المثقف انا استاذ جامعي موقع معناها واصل مليح، وخالي الاخر معناها المسلم مش واصل واصل معناها حتى يعني وحده، معناها شكيت قلت خالي معناها الاستاذ وقول لا نعرف معناها حتى هو مبطل قرايه، انا الدراسه ما مبطلها، انا مثقف خير من برشا عباد، خاطر يقرا الطب يقرا مقالات نعرف خويا معناها مثقف برشا، نعرف انه مثقف على الاخر كاو هي بدات انا كنت نسمع عندي بعد في ليله معناها اني كنت نسهر حتى يجلس السحور، قلت اني غنشوف اني عندي ديما كنشوف نظره نظر الوجهات الكل، حتى تو معناها عادي نزوز السيتات كيما بار اكزومبل مثلا تاع 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 الراسيزم تاع العباد اللي تقول لك اني اكره العباد الاخرين، نزوز نحب نشوف هما شي يقولوا انت هكا. علاش دخلت الباجيت معناها صفحات الملحدين، اول صفحة كانت الملحدين التوانسة، معناها كانت احسن صفحة عندي هذيك، هي خاطر معناها ما يسبش الدين، فما ادمين فيها نحب نشوف اسمه زيدا زيوس زوس، هذا احسن معناها واحد. حتى كي سألته معناها على كتب ومراجع عطاني معناها كيما نقولوا باحترام ما يسبش وكذا، دخلت وقريت بالحق فما برشا وحدات، ويقول لك معناها يقول لك بالسورس بالمصدر المعلومه في الاسلام، يعطيك مصدر المعلومه في الاسلام معناها مش باش تاع الحاد وبرا، يعطيك حتى مصدر المعلومه في الاسلام لا انت تنجم تشوف هاوي فما في الاسلام كاو معناها. ودخلت وصحيح تو نجيو للديانات الاخرى، خممت الناس الكل قلت جاتني الربوبيه معناها ما عادش نؤمن بالاسلام ما نعرف انه فما اله، لكن وقتها تلقى قدامك نظرية التطور، تلقى قدامك نظرية معناها كيف صار البيج بانك كل، كي تدرسهم معناها تحس روحك تتبدل تتغير. الديانات الكل حكيت على انه ما حكيتش على حتى طرف من نظرية التطور ولا حتى كيف، خاطر انا كيما نقولوا ما حكيت على حتى شيء، ثم حتى ديانة حكيت كيك وين يأمل بنظرية التطور 1000%، خاطر اولا معنى توضيح نظرية التطور ما تقولش انه الانسان جاي من قرد، الانسان منقرض جو من سلف مشترك، اما فرق هذه ما يعرفوش يلعب الكل معناها هذا ما يعرفوش به. خممت انه اشرف نظرة التطور برايك يعني بتقدر هيك بالبصر يعني هلا بيقول الانسان اصله قرض هذا 80% يعني لو تشرح لنا اياها هيك بشكل مختصر كيف بفهمها اشرف تفضل. هي خاطئه، هو الانسان ما اصلوش قرد، الانسان والقرد عندهم تشابه، الانسان والشمبانزي قراب لبعضهم بنسبه نسيتها 98% 98 فاصل حاجه في المية، انا قريب على الاخر
الإنسان والإنسان ما بيناتهم 0.01%، معناها كما نقول صحيح من 5 إلى 8 مليون سنة توجدت معناها القهوة، معناها كائن له قرد وله إنسان وتفرع، هو النوع هذا كان يتفرع بالزوز نوع اللي تو نشوفوهم من قرد عادي كبر، ومعناها مش كبر معناها عطى معناها برشا أخطاء طفرات جينية، وعطى برشا قرود آخرين، برشا أنواع آخرين، فما الشمبانزي، فما برشا أنواع في الدنيا، معناها ولعب زاد كيف كيف زاد تفرع، فما الطويل فما القصير فما الأبيض فما الأكحل فما كل شيء. هو التوضيح إنسان جي معناها أول إنسان معناها توجد كان أسود البشر، معناها دونك ما نجموش نسبهم وكونتر اللي يسبهم على خاطر أنا بتمنى الأخ أشرف يكون موجود معنا لسه يعني. وعلى كل حال أنا بصراحة عم بعمل تجارب تكنولوجية مع البرنامج هذا، فرح نطلع فاصل مثل ما بقول والتلفزيونات فاصل ونواصل يعني. أشرف أنت معنا؟ خلينا نطلع فاصل مثل ما بقولوا يعني، أنا بدي أجرب التكنولوجيا هاي، بدك تتحملنا شوي وأصدقائي يا ريت تتحملونا شوي عشان نطلع على مثل ما بقولوا نسوي التجارب هاي. فاصل ونواصل. وين صرنا؟ دقيقة واحدة بس يعني شايف التكنولوجيا هيك بتصير. طيب شكرا اصدقائي على تحملكم للفاصل الاعلاني هذا، وانا اتمنى يكون وصلكم يعني. كيف شفته اشرف؟ كان واضح الشاشة عندك؟ اي واضح. جبني على الاخر، جبني على الاخر باش تعلم. طيب خلينا نرجع ل انت قلت لي انه حبيت تشوف كل وجهات النظر، يعني مثلا درست المسيحية بغير ديانات، شو مثلا تعمقت او درست يعني؟ هي للتوضيح، معناها للتوضيح معناها الالحاد راهو ثنية طويلة مش كما يحسبوها العباد، راهي مسافة كبيرة باش تولي ملحد. وقتها انت تقرأ في الاسلام باش يجي في طريقك المسيحية واليهودية معاه، خاطر الإسلام واخو منهم برشا، فهمت؟ واخو منهم برشا قصص، دونك وقت تلحد على الإسلام أوتوماتيكمون كتابة ماشي في الطريق الصحيح، مش تشطب المسيحية واليهودية، أما كي توصل لربع الطريق ولا أقل من ربع الطريق، معناها تعرف جزء أخطاء الإسلامية كهو، بالك تولي معناها كيما نقولوها مسيحي، أما اثنين تكمل طول، شق طول، السنة الصحيحة. وانك منها تقرا حتى على المسيحيه والخط والاخطاء وكل، ومنها تقرا حتى على البابليه والزردشتيه، الحضاره البابليه والزردشتيه وكل، تحس روحك اول حاجه تتثقف، تعرف حاجات معناها حتى كي تحكي في مخك عندك برشا حاجات. ثانيا تعرف ان الديانات الكل معناها فلسفيا، تعرف ان الديانات الكل كي تجي تحطهم في مخك مبنيين على نفس الطابع، هكا هو ما تبدلش، تعطي قربان والشكر والشكر والشكر. اما كي تشوف انت العالم هذا كله مجرات معناها كبير على الاخر، كبير كبير
باش تتصور معناها إله لا يكونش بينا احنا، علاش؟ والله هو حاجته بالشكر هذايا والصلاه معناها جميع الديانات، مش شكر الاسلام معناها والصلاه، وكان تلقى حتى شكون يعطيه قرابين، اش حاجته بهذا الكل هو عليه؟ اش يعمل بيه؟ هو خالق ما جرأش يعمل بهذا الكل، احنا ما نمثلوش 0.1% من الموجودين فيه راهو، خاطر احنا اني نشوف الدين، اني هذه النظريه معناها استخلصتها اني معناها وتهمني اني برك وما نحب حد يفهمني بالغلط من عباد الخير، اني نشوف انه احنا ماناش مهمين على الكوكب الارض ولا في اليونيفير في وجود هذا، ماناش مهمين احنا، احنا جبنا الديانه باش نوليو مهمين، او باش نتحاسبوا، او باش ندخلوا للجنه، هذا كل معمول على خاطرنا، حتى شيء ما هو معمول على خاطرنا. في الارض توجدت راهي من قبلنا وبلا بينا وبالديناصورات وعاشت، وعاشت خير نتصور، على خاطر الديناصورات ما عملوش بومبي بلاير معناها، راه سيرو احنا مانيش مهمين، احنا خلقنا باش نكونوا الهات، احنا نجم نكونوا الهات، كيفاش تخلي اسمك، تخلي اسمك في التاريخ هذا اش معناها تولي اله في الموجود، نيوتن اله، اينشتاين اله، فما حتى تنجم تعمل حتى تكتب اسمك شيطان، كيما برشا عملوا برشا فساد، كيما بابلو اسكوبار شيطان العالم على هذاك، هو خلى اسمه، انا خلى اسمه، خلى بصمه، هيك مش ابديه زاد البصمه نتاعو، جاء نهار وتوفى ولا تتنسي ولا العالم، دونك احنا مانيش مهمين برشا، هذه اللي نحب نقولها، احنا مانيش مهمين برشا برشا، دونك 100 عام هذه نعم فيها نجي، مش معناها نقتلوا روحنا، احنا عندنا 100 عام برك ولا اقل، برك حتى 60 نعيشوهم بالموجود، تو علاش يقولوا لي لحم الخنزير فور اكزومبل ما تاكلوش، ولحم الخنزير فيه ابن نوع تاع زيوت، يقول لك ليه خاطر فيه دوده في الكرش، الدوده في الكرش هكاك طيب اللحم تما يصير شكاك، ثانيا حتى الدجاج اللي احنا ناكلوه فيه ايه الدود، مش نفس الدودة، فيه السلمونيا ولا انا جيبها في الكليشار تاع بيت، فيه نفس الدودة معناها، حتى الدجاج فيه دود، بيقول لي خاطرو ياكل العشاب وياكل اللحم، انا ناكلو فما انواع تاع حوت زاد ناكلها كيك، ناكل العشاب وفما برشا انواع مش حتى تاع حوت، حتى موجودة في معناها تاكل زوز انواع ناكلهم، علاش معناها ركزت لك مش في لحم الخنزير، انا ما فهمتش علاش، ومعناها تحسها وكل ديانه فاش تكبر تحسها، عرفت كل جوست باش تحال تحب معناها كي تحط روحك في بلاصتو، ما نحبش نقول النبي الاسلام على خاطر برشا باش يفهموني بالغلط ونولي في، ما كي تحط روحك في بلاصت اي نبي اول حاجه تحب تجربها هي سلطتك، هم جرب سلطتين يعني نعرفهم يخافوا مني ونقطه، انا هم جرب سلطتي، ما تاكلوش الحاجه هذيك، دونك اسكتوا، ما غير ما نحكيو على هذا التحريم الزنا خاطر يقولوها هما لا هي حاجه باهيه، اما كان يرجعوا لها التحريم الزنا تلقاو تحريم الزنا صار بخطه حربيه من محمد، بخطه حربيه انه خاطر قبل في عهد الماضي هذاك ما كانش عندهم حاجه معناها تزهيهم اكثر من الزنا، ما كانش عندهم تلفزه، ما كانش عندهم تليفونات، دونك هما هو يحرم لهم هذاك، اما في الحرب حلال خاطر تولي ملكة يمين معناها، ولا ما يفهمش معناها ملكة يمين يعمل ريشيرش ويشوف معناها ملكة يمين وسبي النساء، دونك هو يحللهم الزنا في الحروب بكلمة ملكة يمين وسبي يحرم لهم الكيك، دونك تولي العباد اوتوماتيكوت تحب تمشي تحارب باش تعمل الكيك، تحب تمشي تحارب، ومن فرصة أخرى بالك يقول فما لا يخافوا يقول لك مش على خاطر الكيك نخسر روحي، شو يقول له؟ يقول له كي تموت عندك 72 الفوق معناها كذبة، ما فماش إله يوعد معناها يوعدنا بإناس، ما فماش إله يوصل يوعدنا بإناس، وكانش توعدني قولي في مخي ردي نستوعب أكثر، أما ما تعطيه 72 مراج نعم بيهم 72 مراج صحيح معناها حاجة باهية، ما ننكرش نقول حاجة مشومة صحيح حاجة باهية، أما برشا راهو تفد معناها نجيب لك حتى 20 ميلكا وكل صباح ميلكا شوكولاته هيك وكل صباح تفد منها على خاطر البنه الحاجه اللذه هي في الانتهاء وقتها توفى الحاجه وقتها توفى، احنا الواحد ديما نحبوا الشوكولاته تاع فرنسا الشوكولاته تاع ليون وسنيكرز وكل خاطر احنا في تونس ما ديناش برشا برشا مش برشا برشا دونك نحب
هكا علاش معناها دونك انت تقعد فيها بحاجات بعيده برشا شنو نعمل فيهم؟ معناها كلمة خالدون انا ما فهمتهاش كان وكان تنحي خالدون تنحى برشا مشاكل برايك يعني ليش يعني اذا حافظنا على الدوله وحافظنا على وعود الوعد محمد لجماعته يعني الجنس هو العنوان الاساسي للمكافاه للمؤمنين المسلمين يعني خلينا الجنس هو الطعام شغله ثانيه يعني الاكل يعني ما في غير الاكل والجنس يعني هن شغلات غريزيه اي شخص ممكن يحققها في الوقت الحالي يعني واي ملك من الملوك ممكن يحقق جنه محمد وابو جنه محمد يعني ما في بس برايك ليش وحتى الاله في الوقت هذا كايا معناها عطاه المخ الأينشتاين عطاه برشا حاجات تسمعني اخي اشرف يظهر الكونكشن كمان بالضبط يعني تفضل تفضل اشرف ايه قلت لك ما فماش اله يعطي قدره معناها قدرة الجنس النبي تاعو معناها قدرة نكاح 40 قدرة 40 رجل ولا 40 حصان ما فماش إله يعمل هيك يعطيهم مخ كي أينشتاين تو يفسر لهم نظرية التطور يفسر لهم كيف جات ويفسر لهم الإله حطهم كيف نفهم أما تقول ليه زاد بنفس الطريقة آدم وحواء ومشاو للشجرة والشيطان الشيطان هو خرج الساعة وقت خلق آدم وقتها كي تشوف التسلسل التاريخي معناها باش تشوف الجهل تاع العباد لما تلوش حتى على القصه كي تشوف الجهل التاريخي معناها حكايه معناها تو وقتها دوما خلق ادم قال لهم اسجدوا له والشيطان ما سجدش خرج وقتها خرج كيفاش عاود رجع للجنه معناها الاله هذا كل غافل دونك الشيطان زاد قوي ماهيش لوجيك العباد ما تخممش حتى شيء بالحق نحكي لك على العباد يصدقوا انه سوره الكهف فيها بالحق 300 كلمه لبثوا بالحق نلقى واحد مهبطها في باله معناها باش كيما نقولوا باش يوريني الاعجاز مهبطها سوره الكهف فيها معناها فيديو مقطع نتاع راجل يتكلم ما مشاش هو اجتهد وحل كتاب قران وشافها انا مشيت اجتهدت وحليت كتاب قران على فكره عندك كتاب قران في الدار كي تحليت كتاب القرآن وسورة كهف ما فيهاش 300 كلمة لبثوا هي فيها 109 آية معناها وما نصورش برشا مسلمين يعرفوا أن سورة الكهف فيها 109 آية أنا هذه متأكد منها يعني وما نصورش اللي عملوا بارتاجي معناها اللي عملوا شير للفيديو هذا كايا على الفيسبوك ما نصورش اللي هما مشاو قبل ما يعملوا له حلوا وقراوا وشافوا ما تعملش من روحك مهزلة كي ما تعرفش المعلومة ما تعملش من روحك مهزلة معناها يقريو فينا احنا زعيمنا بورقيبة قرانا وكل كي زعيمنا بورقيبة قرانا حتى المات بالعربية الرياضيات حتى كي قرانا المات ماتيماتيك نعرفوا انه مركز في قل اي شكل من الاشكال هو النص هو الوسط هو النواة معناها مركز في قل كي تقولي انه مركز في قل الارض هو الكعبة والعبيد الكل تعملها في شير ما قريتش في صغرك انه مركز ثقل اي حكايه هي معناها في نقطه النص معناها تو المثلث نرسمه له مربع ترجمه دوره كل شيء ما تجيش ما فماش خاطر بالحق شيء يوجع القلب شيء حاولت انت تبدا بالحاده يعني حاولت شيء هيك بتجهر بإلحادك مثلا قدام أصدقائك قدام أهلك هاي أول من الأول بديت على الفيسبوك نعمل في شيرة متاع حاجات ينجموا يفهموها العباد سهلة فهمت لكن معناها بقيت برشا مال صحاب وعادي وحبيب دون ما قرأ الشيء هذا كايا في عادي خدم مخه معناها لا خدم قلبه طول خد لازم يدافع الدين تاعه جاني على فيسبوك في ميساج بريفي يسبك ويسب لك امك ويسب لك ترشمه قال شنو خاطرك ملحد معناها لقيت عباد
اول حاجه العباد هاو كلها الولد العباد هاو كلها ولا يعملوا لك بلوك معناها على الفيسبوك لان احنا اني ملحد وانت مسلم واني نسمى اقليه تو انت تحب تعيش في الاوروب معناها خاطر تو عقليه التوانسه الكل يحبوا يمشيوا لفرنسا يعيشوا ولا تحب التفتح كيفاش انت اول حاجه كيفاش تحب التفتح وانت ماكش متفتح معايا الساعه تفتح الساعه معايا في بلادك بعد امشي غادي تفتح لو معناها كي يمشي لفرنسا ولا يمشي لانجلتير هو يقولوا ليه ما نكلمكش خاطرك مسيحي ولا ليه ما نكلمكش خاطرك ملحد ولا باش يوصل يبلوكيه هذا اسمه نفاق وخاطر الاسلام اول حاجه علمها النفاق يعني الكلمه هذه ديما نقولها وما نخاف من حد خاطر وهذه ديما نقولها لهم الاسلام علم برشا النفاق خاطر كيفاش ديما تنفق في ديما تنفق في روحك ديما تحب تنفق حتى كي تلقى حقيقه تالي ديما التطور وصلت تنحات في الباك ولا تلامذة تقرا فيها وش يقول لك انا نقرا فيها وبرا اما هي غلطه يا ودي كيفاش غلط وريني كيفاش اللي هي غلط ولا نقرا فيها وبرا اني غلطه معناها ثم تغييب للعقل ثم نفاق داخلي تغييب للعقل بدا نفق في روحه نفق في روحه والاله باش يعطيني وباش يقادي هذاكايا وباش يوجعه بس شنو الله لا كي هو الاله خذي دعاء فور اكزومبل نلقى برشا عباد يقول لك انا خذي لي دعايه وطاح فيه الاله هذاكايا هو خذي دعاك انت وجي معاك مش هو اللي حابب فيك انت ويكره في هكا وين العدل وين العدل ما فهمتش وين العدل مهما كانت الاخطاء هو اله مهما كانت الاخطاء ما لازمش يعمل كيك في الشخص هذاكايا بمجرد هو يدعي تعليل هذاكايا الشخص بيناتكم يتسمى دنيا والدنيا هو يتسمى اله اعلى كيفاش يقعد يهتم بحاجات قدك معناها مسيب كل شيء ومسيب معناها ثقوب سادات باش تضرب في بعضها ومسيب كل شيء ليه ها ليه بينا احنا وقوانين صعبه قوانين صعيبه ما تقول احنا عاديين الاولاد اما تقول معناها البنات مسكر عليهم ما ينجموش حتى باش يوليو ملحدين حتى اللي يدير باش تجي على مخهم صعيبه على خاطر الملحد في بلادنا هو الشخص اللي يحب يفسد يحب ياكل لحم الخنزير ويحب يسكت ويحب يزنى المشكله انه المسلم في بلادنا يعمل الشيء هذا واني كي وليت مثقف ما عادش نعمل الشيء هذا برشا معناها مش لانه ما اني ترشمو ولا متربي ولا لانه ساعات نخمم بمخي الفلوس اللي باش نحطهم في الشباب عاد نخمم معناها وليت نخمم الفلوس هيك عندنا امبارح حكايه وتجي مره تولي تخمم تولي مخك ديما يخدم ديما عليك خاطر معناها باش تولي ملحد مش معناها مش ساهل تولي تخمم عكس العباد تولي تخمم مش كي العباد وراهو ما نعملوش في الشيء هذا أنا مش قاعد نكتب على الفيسبوك كيما برشا عباد تقول يكتب على الفيسبوك في ستاتويات تاع الحياة قال شنو باش يعمل بوز ولا باش يوري روحه ليه انا نحب نثقفكم هيك الحاجة اللي توجعني انا نحب نثقفك نحبك تقرا نحبك تشوف نحبك تعرف انه الدنيا تاعك غلط كي داخل انت وتشوف تقول ما فماش قال نمشي نرجع نشوف المعلومة ليه انت تقعد تشوف المعلومة تجي تسبني ولا تجي تطفيها الهدرة لو تطفي فيها لو تخلي فيها بيتك ليه شك فيها خلاها ديما في مخك خممها ديما خلاها ديما تدور قول فما ولا ما فماش بابا نويل في الأوروب في البلدان هذيك تعلموا لأولادهم في الصغر وقعدوا يؤمنوا بيه وقت يقول لهم فماش بابا نويل في الزيبكي واحنا كيف تعلمناه في الصغر معناها فماش تشكيك في الصغر تنجم تبرمج أي طفل في الصغر معناها نحب العباد يفيقوا يعني هيك مشكلتي يعني كي نهبط ولا نقول ولا نحكي أما ديما باش تلقى الرفض ديما باش تلقى أني نشوفها بهيمة ديما يسكر مخه وش يقول لك الاكثر حجه نكرهها يقول لك اني مش مطلع بالدين هو الدين حاجه كبيره نورمالمون معناها خاطر حاجه الهيه خلقتك معناها حاجه كبيره الدين لازمك تعرفه قبل ما تولي فيه هذه الحاجه ما فهمتهاش ما تقوليش اني مش مطلع بالدين بتاعي واماني بيودي ماهيش كلمه وكان دي فما اله لازم يعرف نيتك الداخل ويعرفك تعرف كل شيء عليه بعد تعب مش ما تعرف حتى شيء عليه معناها قد شنو ليه امشي للشيوخ ليه زيد عليك الشيخ يعرف ربي اكثر منك ما نورمالمون هي حاجه معناها كبيره نورمالمون الناس الكل تعرفها نورمالمون تلقى الناس الكل قاري يكتب قران او مو تلقى الناس الكل كي تقول له باريكزوم باش الكلمه هذه يفسرها لك بالقران وقت نقول لك الدين صحيح اما مش كي تلقى 80% ولا اكثر ما يعرفوش ولا 20% هكل هما الدواعش ولا المتخبين وراء احزاب اخرى بخلاف الدواعش هاك هي معناها
تشوف نفاق معناها كبير برشا. تشوف بار اكزومبل اكبر عمليه نفاق واكبر عمليه كذب، يطلع واحد في التلفزه، احنا معناها تلفزتنا التونسيه عنده موقع تاع الصدي ولا شنو الموقع هذايا، ديما معناها ظاهر عرفتها فكره يميني، الموقع هذايا ديما يسب في الشيعه وما يحبش الشيعه يدخلوا لتونس، فهمت؟ وداعش تعمل في عمليات قتل ضد الشيعه. لا العربي شو يقول لك؟ كي يخزر لداعش شو يقول؟ يقول لا هذا كله مش داعش، هم يقتلوا في العرب، ما يجيش داعش ما يقتلش العربي. وبعد كي ترجع يقول لك عنده الحق، خليه يسب الشيعه، الشيعه ما يسواوش، يعني كي نلقى واحد شيء نقتلوا. ياك فكرك وفكر الدواعش كيف كيف ياكم بصوت تقتلوا في الشيعه، هذه ما فهمتهاش، هذه اكبر عمليه نفاق، اكبر عمليه كذب. اقراوا شكون هم اللي قاعدين يموتوا بجرة داعش؟ تو يعرفوا اللي يموتوا بجرة داعش هما الايزيدي، الشيعه الايزيديه. هو يعني هذه نعرفها، ونتصور 90% ولا اكثر من المسلمين ما يعرفوش انه فما شيعه ايزيديه، ولا ان الشيعه تتقسم، ما يعرفوش حتى المذهب نتاعهم. تقولوا شو مذهبك ما يعرفش، يقول لك ما نعرف. أنا حاجه مهمه راهو، يعني هكا علاش قاعد نحب نحكي لهم، نحب نفسر لهم. راهو بجهلك هذا كايا معناها راك مش مؤمن، وراهو في نظره، بنظره الاله الاسلامي انت ماكش مسلم، على خاطر قد ثم ايه تقول ما نحبش نقولها خاطر برشا عباد يقول لك استهزاء بالدين وكل، اما مفهومها تقول لك معناها ما تاخذوش شويه من الكتاب وتخليه للاخر ودول كل. أنا أنت كي دولة قاعدة مش قاعدة تقص في اليدين كما تونس، مش قاعدة تقتل في المرتد، مش قاعدة تحاكم في، مش معناها؟ معناها أنت قاعدة تاخذ شوية من الكتاب والكتاب الآخر مش قاعدة تخدم به. حتى أنت في بلاصتك معناها مش لازم الكبير اللي حط الدستور، معناها مش لازم الرئيس، حتى أنت في بلاصتك قاعدة تمشي به وعجبك. وأكبر فشل للديانات الديمقراطية، على خط الديمقراطية هي أكبر فشل، ما يعرفوش أنه آخر سوق عبيد تسكر في السعودية عام 1962 معناها. وتقول لي الاسلام محرم العبوديه، تي وين حرم العبوديه؟ ياك ما تعرفش قرار الدين، يا حرم لحم الخنزير، حرم كل شيء، ما حرمش العبوديه. اخي اشرف هو بصراحه يعني صحيح، ما بعرف الصوت فيه عم بينغش، ما وصلش مليح. طيب سكر المايك عليه، المايك من فوق، مايك من فوق وضغط عليه. هاي. تمام هلا. عم تسمعني ما هيك؟ بس هز براسك. فأنا معك يعني صحيح إنه تسكر السوق العبيد ب 1962 بالسعودية، ولكن الممارسة العملية للأسف لحد الساعة تطبق يعني. بموريتانيا نفس الشيء. وأنا أؤيدك مليون بالمية لما قلت إنه المسلمين يجهلون دينهم، يعني بيجي المسلم خصوصا الجهل اللي لا يفقهون شيئا اصلا، يعني يعرفون كم كلمه درسوها بالمدارس ومفكرين دينهم انظف دين ودمهم انظف دم وهالمسائل التافهه هي بصراحه، يعني لا يفقهون شيئا. فهذا هو الانحطاط، يعني اذا ما كان الانحطاط هذا هو شو الانحطاط يعني. طيب اشرف خلينا نروح لسؤال تاني، يعني في هلا مسألة حقوق الملحدين، يعني نسمع فيها كثير حقوق الملحدين، يعني مثلا المسلمين بيقولوا لك يا أخي الملحد إذا بده حقوقه معناته لازم يسكرنا الجوامع، لازم يسكرنا الكنائس، لازم يسكر كل شيء ويحرمنا من ديننا ومن هالأسطوان المشروخة هاي. برأيك شو هي حقوق الملحدين مثلا؟ شو كيف تشرح لهالمؤمنين المتعصبين اللي عايشين بالعصور الوسطى بعصر انحطاط لا مثيل له يعني للاسف الشديد؟ تفضل. اول حاجه ما نجموش المشكله هذه نحكيو فيها على خاطر يرجع للتربيه الاولى، خاطر كي تربينا من الصغر يقول لك الكافر ماشي واش وكلب كله كله كله، دونك باش تقعد لك انت في قلبك انه الكافر ديما مشوم، ديما غدار، ديما معناها ديما مقال. لازم نبدلوا ساعة النظرة نتاع المسلم للملحد، هذه أول حاجة لما تبدل نظرة المسلم للملحد. راهو الملحد ماهوش الشخص اللي يعمل في هذا على خاطر الإفساد، هذي ما يحبوش يفهموها، خاطر الأكثر خاطر تو أني بار إكزومبل ملا شراب ولا ما عادش عندي حرام، عادش خاطر فيه برشا، خاطر هيك هي فما حاجة بسيكولوجيك، معناها حاجة نفسية، كي تبدا حاجة حرام ديما باش تخليك تحب تجربها.
خلصت معناها هكا علاش نلقاو في بلادنا الكيك، وهكا علاش نلقاو ديما في بلادنا كي نشربوا يشربوا لين يموتوا. علاش؟ على خاطر حرام كيما نقولوا، يتجرب مره برك ولا في 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 سهره برك، دونك هكا يصير. ما علينا، معناها حقوق الملحدين ساعة هكا علاش قلت لك، لازم ساعة يعرف واش معناها حقوق الملحدين، ويعرف واش معناها الملحد، ما عاد يعرف الحقوق. الملحد هو الشخص معناها لم عرف دينه أكثر من اللازم، من الآخر خاطر كان يعرفوا دينهم أكثر من اللازم يكفروا، معناها يعرفوا دينهم الصحيحة، معناها اللازم هذا كان موجود في الدين، والأكثر من اللازم هو التاريخ، نشوفوا التاريخ اللي يحيطه هو، خاطر بوقتها تفهم. إيه الحقوق راهي بتاع الملحد، مش معناها أول حاجة أول حق يعني نتصوره لازم يتوجد، حتى معناها لازم ما يتعداش عليها نفسانيا هذه الأولى، معناها شتم وكذا، فماش علاش، ولا تلقى عباد يقول لك باش نفعل ولا باش نضرب ولا كذا خاطر ملحد، علاش؟ شنو مشكلتك أنت معاه؟ هيك الأولى، لازم خاطر الدين الإسلامي فيه برشا وقت وكذا. والسارق والزاني وكذا، لين ولينا نعسوا على بعضنا، نعسوا فهمت، كل حد يراقب الاخر في ايش يعمل، يعملش حاجه حرام، ديما الناس كل تراقب في الاخر، هكا علاش لو هما يحسبوا انه حقوق الملحد هي معناها كما نقولوا الفساد وكذا، هي لا، حقوق الملحد هو عدم المراقبه، سيبوا العباد تعيش، ريتني يعني شدي الطفله في رمضان، شي يهمك فيها؟ تو برم هو فما إله تو حاسبني هو شي يهمك، هو فما الدولة تو تبقى ديني هي أنت شي يهمك، ما تدخلش فيها، ما تجينيش ما تحكيش معايا، هيك هي هيك أول حق. يعني نتصور الحقوق متاعنا في تونس تاع الملحدين موجودة على الورق، موجودة معناها عندنا في تونس، معناها الحاجة الباهية احنا عندنا، كان عندنا زعيم بورقيبة معناها باهي، خلينا حقوق باهية. وكيما معناها عمل برشا المرأة وقراها، هاك علاش المرأة التونسية تو واصلة خاطرها قارية، ومش خاطر الإسلام كرمها، خاطر كان جات السعودية راهي فهمت الوضعية. دونك الحقوق نتصور يطالبوا بها احنا معناها الملحدين لإناثنا، إناث الملحدين، البنات الملحدين، خاطر البنت الملحدة ديما باش تلقى روحها في مجتمع كي تقول هي ملحدة باش تظهر فاسدة. دونك كلا يقول عليها فاسد شدوا بالحبس، هذا شنو نحبوا واحد، خاطر هذاك يتسمى ثلب، وتلك تهمه معناها مش هيك، تسمى تهمه فيها حبس، تسمى ثلب، شكون هو يقول عليها هكا ولا هكا ولا عاهره جست خاطرها ملحد. دونك هذا الاولى. الثانيه ثم القوانين لازمها تتبدل، نصور لها لازم تعملها قوانين معناها تروشيكا، معناها جست هي القوانين العرفيه، خاطر مشكلتنا احنا الملحد هي القوانين العرفيه مش القوانين اللي على الورقه. القوانين العرفية انه فور اكزامبل كي يعرف انت ملحد، مثلا برك واحد يبيع ولا حكي، وصارت لي مره ولا اثنين، كي يعرف انت ملحد كي تدخل باش تقضي من عنده، يعني تقول له هو فلوس واعطيني كل حاجه، يقول لك ليه ما عنديش، فما قوانين فهمت، ولا تلقى ببلينات معناها لا سوين كونيكتيف للعباد والدينيتور، شو يقولوا لما يحط بلاكه معناها في المدخل يقول لك ممنوع دخول الملحدين والمثليين. اولا انت تحسب ان الملحد مثلي هذه الاولى، وهو هما يحسبوك. ثانيا هو شكون الواه هكا باش يجي باش هو مثلي ملحد كلب ترى شنو، مش يجيب لك فلوس باش يعطيك فلوس معناها نحيو العقليه الرجعيه نتاع ما نقضيلوش خاطره ملحد ولا ما نمشيش معاه خاطره ملحد ولا ما نكلموش خاطره ملحد، والعباد شو تقول عليه، لا تشيمك لا باش تقول عليه، هي مشكلتنا مجتمع ياسر على بعضه، مشكلتنا كي سمعوا بينا معناها ملحدين، العباد الكل اللي يسمعوا بيك ملحد، الناس الكل تحب تتكلم معاك على الدين، ما تتكلمش معايا في الدين، الواه على خاطرك جاهل بالدين، هذه الاولى، معناها وبعد يقول لك لا استفزيتني، معناها صارت لي حتى معناها في قهوه مع واحد، وحكيت على معناها تفسير آية اللي هو ما يعرفهاش، ويحسبني نتمنيك على الدين باش تعرف معناها قديش. يقول لك انا حكيت له حكايه كيف ولا تحرم ما حللناه لك، عطيته تفسير صحيح نتاع الزوجه ونتاع ماريا القبطيه وكله، حكيت له شكوني معي، قال لي هذا انت جايبها من الحيط الحكايه هذه، ولا يسب ولا كذا،
ما علينا، الحقوق معناها دونك تولي أول حاجة، خلينا ننشر الحقائق، هذه حاجة حق ننول، أعطينا حق ننشر الحقائق، ما يهمنيش، ما يهمنيش في رمضان، كانك على رمضان، ونجم شد روحي شهر كامل ما نشربش، ونجم شد روحي شهر كامل ما ناكلش قدام العباد، أعطيني حق الأول ساعة، حقوق الآخرين نتكلم عليهم بعد، أعطيني حق الأول، حق الأول باش نتكلم، وكي نتكلم ما تشدنيش بالثلب. ما تشدنيش بتهم معناها قشمو ازدراء اديان، لان الاديان هي ديجا ازدرأت نفسها وكي عملت معناها مكافحه مع السيونس مع العلم خسرت، كي خسرت خلينا نتكلم وخلي السيونس يتكلم، كي نقول اني انه مركز في قلب الارض البلاصه الفلانيه ما يجيش واحد يسدني مركز، هيك هي معلومه هيك نورمالمون يتشد في الحبس هكا نورمالمون يعدموه خاطر به معناها مش تاع البلاد هذيك ياسر معناها حطونا الحق باش نتكلموا، وكي نتكلموا دافع عليه، كاني نتكلم دافع عليه مثال دافع عليه، نحب نعمل يعني نحب مثلا نمشي لديار الشعب وكذا ونفسر الالحاد، اما نجمش نعرف فكره كيما نجمش نعرف فكره على خاطر ما غير ما نجم نوصل حتى تاع دار الشعب الاول باش نقول لك ليه، انا دار الثقافه باش نقول لك ليه، دار الثقافه بجوده تقول لك ليه، ما تجينيش ما تعملش عندي هذا خاطر تصير منه مشاكل، والمشاكل مش منا اما باش تلصق فينا شغل احنا غلطين خاطر المجتمع مسلم، اعطينا الحق له احمينا خلينا نتكلموا خلينا نوصلوا صوتنا، وكي نعملوا نحب نعمل اني حلمي نعمل دوره في تونس ونعمل معناها نظام خطاب منظم انا باهي ومخدوم ونحكي للعباد مش ليش خليه يفهموا يجيوني حتى كعبتين مش لازم يجيوني خليه يفهموا خليه يعرفوا ومو حتى كي يسمعوا فما ملحدين جوا البلاصه خليها حتى اش معناها كلمة ملحد خليها حتى اش معناها خل يفيق نحب تونس تفيقهم هي تونس ليه ديما مرقدتهم ديما كذا هذه مشكلتنا مش قلت حقوق متاع الملحدين انه ما نجمش يعيش في دولة مسلمة خاطر لو كان يعلن الحادو تسمى الاعدام هذا برشا بلدان اخرين اما احنا يتسمى اعدام اخر اعدام اللي انت كي تقول ملحد ماشنا مشارك في ثقافات اي ثقافة ماشنا مشارك فيها مثل ملحد والمشكلة اللي نقرأ كتب اكثر منهم يعني مثلا امبارح كملت كتاب المعطف في الجوجل ومعناها وديما كل جمعتين كيك ديما نشد كتاب نقراه خطره عندي خالي عنده برشا كتب نوخو من عنده نقرا دونك اعطونا الحق نتكلموا اولا ثانيا سيبونا الكتب سيبونا الكتب فما برشا كتب باهيين تاريخيا ما يجيوش لتونس ما يجيوش جمله علاش جيبونا كتب كيما كيك جيبونا خلي واحد يقرا فما برشا كتب برايت تشكك في الدين الاسلامي تشكك برا جيبوها خل تقراها وانت نتصور كان انت مؤمن برشا الشك هكا ما يزعزعكش وما يوجعكش بالعكس قوي نورمالمون هيك نعرف اما انت مثال شقرا تو تشك وحدك معناها خاطر الدين بتاعك مبنيه على بناء غلطه خاطر اول ما تحس انه عباد تشكك في الدين تاعك تولي تتغشش هيك اول نقطه دونك نحيو لازم الدوله الساعه تفهم انه تسيب لنا الكتب تسيب كذا وتمد المونتاليتي العباد العقليه تبدل العقليه تفهم مش معناها ملحد كان تحب الحق تنحي المشاكل وكذا فهمهم كل حاجه تفهمها تخاف الملحد راهو باش نكونوا واضحين راهو الشخص اللي تثقف قرا هيك ما تقوليش الملحد هو اللي قاعد ياخذ فلوس من عند اسرائيل قال شنو باش ينشر الدين حتى اسرائيل راهي عندها ديانه اليهوديه دونك معناها اوتوماتيكمون حتى الاسرائيلي باش يشوفوا اني معناها صراحه اشرف في عندي صديق جوزيف كان حاطط منشور انه نحن الملحدين عم نقبض من الماسونيه ماسونيه وين صراحه بالضبط فشاركت المنشور على صفحتي بالفيسبوك فانا استغربت بصراحه بكل معنى الكلمه في احد الاصدقاء بعت لي رساله قال لي شو قصه الماسونيه يعني ياخذها جديه بصراحه ياخذها جديه انا يعني انا كثير استغربت اذا الملحدين عم في بعض الملحدين ياخذوها بجديه فما بالك بالمسلمين العايشين بفكرة المؤامرة اللي معشعش بمخهم فكرة المؤامرة يعني للأسف الشديد. طيب أشرف خلينا ناخذ فاصل إعلاني ونرجع كمان نواصل دقيقة واحدة ونرجع نواصل على
نواصل الأسئلة وحلقتنا. طيب أصدقائي، شكرا لتحملكم مثل ما بقولوا تقالتنا. طيب في عندي سؤال أشرف، في بيقولوا إنه يعني هل من المعقول هلا مثلا عدد المسلمين مليار بلا بلا فواصل، وعدد المسيحيين بلا بلا فواصل، هل من المعقول كل هالناس هي على غلط ونحن هالحفنة هي الصغيرة من الملحدين نكون على صح يعني؟ تفضل. بالضبط، العدد هو صحيح، معناها مليار وخمسة مئة هم صحاح، حتى المدخنين فما مليار ومئة احنا صحاح زد، يعني مدخن صحيح هو واحد ميزاني يقول لي هو التدخين شو برجل يعني مقدسات هذيك مليار وسبعمئة مليار ومئة كيف هذه. أولا ثانيا نشوفوا قديش واحد كان يستعبد في العباد، تلقى فكرة الاستعباد برك ولا فكرة الاحتقار اللون قبل وميزال حتى تو كانت كبيرة برشا وبالمليارات، دونك حتى حتى هي معناها كيك سايحة، الفائدة مش في العدد، أول هذه أول حاجة، العدد صحيح يفجع، مليار وسبعمية، مليار وسبعمية حسب ما قريتك النهار، 18% نسيت النسبة، ما نعرفش معناها من غير ما نقولها، ما نعرفش 20% 18 نسيتها، أما النسبة نتاع نسبة اللي ما يعرفوش لا يقراوا ولا يكتبوا، المسلمين اللي ما يعرفوش لا يقراوا ولا يكتبوا، معناها باهي هذه الأولى. الثانية الإسلام وحده يتقسم الشيعة والصوفية وحصير واحدة، نتفكر سبعة، نتفكر سبع أقسام يتقسم الإسلام، نتصور نتفكر ولا سبع أقسام، والسنة وحدها تتفرع والشيعة زادة وحدها تتفرع، الشيعة تتفرع ذول ثلاثة ولا أربعة والسنة كيف كيف ثلاثة ولا أربعة، معناها برشا عدد، ولا تلقى واحدة مقادية أخرى تصحاب مع الأخرين ديما كلهم متعاركين مع الأخرين ديما، الشيعة تكره السنة وتكره وهكا يكره هكا وهكا، هذه أول حاجة. ثاني حاجة معناها هذه حتى عباد قبلنا معناها لا يقرأ التاريخ، معناها أنا قريتها هذه كفكرة وبرة، معناها ما نجمش نكون مؤكدة، أما فكرة تاريخية معناها عباد قبل يقولوا العباد قبل إنه الديانة ولو كان تخرج عن مذهب ولا اثنين العباد في كل وقت هذا كان يعرفوا اللي هي غلطة، من وقتها يعرفوا اللي هي غلطة، خطه بربي إليه وبعث رسالة وكذا، وبعد بعد كي مات الرسول ولا تفهم الشيعة، والشيعة الساعة ليش مش عارك متاع كراسي، وكان قرأوا التاريخ الإسلام شنو هو، مش كان وحدة للسلطة معناها بشيخو السلطة، دونك كي نشوفوا العدد هذايا صحيح برشا، أما العدد هذايا يتقسم ساعة للجهلة ما يعرفوش، وبخلاف للي عمره لا قرأ كتاب القرآن خاطرهم برشا، للا عمره لا فهم دينه، معناها باش تقعد لنا نسبة صغيرة من المسلمين صحاح، وشكون هم هاكل؟ لا يقولوا عليهم هم تابعين الأمريكان، هاكل هم داعش، هيك هي المشكلة معناها، هي اللي ما حبوش هم اللي فاهمين الإسلام شوية هاكل داعش، الباقي كل هاكل أحنا، دينا معناها حتى في معاملاتك اليومية وكان يراقب روحه تحس روحه لا هو كما نقولها ماهوش مسلم، حتى معناها حتى فدلك حتى يفدلك وبرا ماهوش مسلم، حتى في برشا حاجات ماهوش مسلم، ماهوش قاعد يطبق في الاسلام، معناها كيما نقولها صحيح مليار وسبعمية بالكلمه، تعلموا هالك من الصغر بالكلمه، المسلمين اللي نشوفهم اني بالحق يتسموا مسلمين، فما زادك شيوخ شويه شيوخ، فما معناها المسلم هو اللي يفهم اللي يعرف الدين بتاعه اللي يفهمه، مليار وسبعمية
فهم برشا يعني سب ما تعرفش تقرا، وبرشا عمرهم لا شدوا كتاب قران، وبرشا يعني ملحد وشد كتاب قران، وهاني كنت مسلم قبل، وقت كنت مسلم كتاب القران نتاع جوز عمك الصغير هذاك قريته، الكبير عمري ما قريته، ما نعرفوش، ما عندنا منه في الدار وما نحلوش، كي وليت ملحد وليت نحلو بالرسم، وليت نحلو هذا برشا عبد مش قديم، وليت نحلو نثبت كي نلقى حكايه نثبتها في كتابنا في الدار. دونك كي هذه اول حاجه. ثاني حاجه ديجا هو الكتاب وحده في سبع نسخ مازال موجود، هذه العبد ما يفهموهاش، معناها كي يقرا كتاب قران. احنا فور اكزومبل تونس ابن قالون، عندنا كتاب في الدار تروح ابن قالون، ثم نسخ راهو ما يقولوليش انه كيفاش قعدت 1400 عام ما تبدلش الجمله. شنو ما تبدلش الجمله؟ هذه اول حاجه. ثاني حاجه يقول لك ما اندثرش، كي ما اندثرش كي مالها حروب الرده كيفاش؟ كي حروب الرده تدي نهر، نهر مين؟ شفاف ولا احمر بالدم؟ تي بربي كيفاش عبد وقت يشوف النهر هذا كي بربي كيفاش تحبوا ليه يقول ليه ها حاطيني من مشتي ما تقص له راسه، تي مو عارف زاد مصيره، تي مو تسكر فمه يقول لي راني معاكم سيبوني. هذا هو صحيح، هذه هي العبد ما يحبوش فيها، انه تنشر بالقوه، تنشر بحد السيف، تنشر بكذا. وحتى بعد 200 عام تبنته دوله، انا مش قعدت فما دوله تبنته، اللي هي الحضاره الامويه تبنته بعد 200 عام، هي تبنته، هي اللي بعثت البخاري باش يلوج على احاديث. بعد 200 عام البخاري معناها كي تشوف المعدل تاع قد جاب الحديث، معناها جاب 60 حديث في الساعه، ما فهمتش يعني كيفاش يمشي، كيفاش يعطيونا كيفاش عمل هذا كله برا. معناها الاحاديث ملفقه. ثانيا القران راه مش الكل قالوا اله محمد، ما نقولوا الهكم، مش الكل قالوا محمد، شويته برا الباقي كله مكمل. مثلا تشوف النسخه نتاع الرساله اللي بعثها الرومان وقت الحضاره الامويه، قال ما صدقناش فرقانكم ونعرفوا شكون كتبوه، وكتبوه عشرة. معناها وهكا علاش تلقى برشا ايات منظمه على الاخر في القران، فما ايات منظمه على الاخر وصحيحه مريقله، فما ايات داخله في حيط. دونك وحدك وحدك تعرف انهي الايات اللي كتبهم محمد وانهي الايات اللي جات بهم. صحيح محمد قال برشا حاجات باهيه قبل، هذيك وقتها في لحظات الضعف قال كذا، في لحظات الضعف وقتها كان ضعيف وقالها حتى شيخكم، قال لم يكن ممكنا. ايش معناها لم يكن ممكنا؟ معناها ما كانش عنده حاجه في يده باش يضرب، هكا علاش قال لهم بالموعظه والحسنه ولكم دينكم ولي. بعد يخرج لقى معناها، ما تقولوليش زاد انه كان في الجهل، ما تقولوليش انه كان في الجهل على خاطر ما تجيش. وحتى المعجزات غلطه، معناها طير ابابيل ضربوا لجيب واحد شهد الكعبه طير ابابيل، معناها فهمونا كيفاش الطير الابابيل لجيب مالاش بيه، ما جاش على شو اسمه هو اللي هدى زبير يظل اللي هدم الكعبه بالمنجنيق، ايش بيه ما ضربوش، وش بيه والابابيل نفسهم تعودوا في الحضاره البابليه معناها موجود منها، وكان يسرق من الشعر. ما يقولوليش محمد كان جاهل لا يعرف لا يقرا لا يكتب، راهو كان مع عمه يمشي ويسافر، وكان فما تجاره، راهو كانت مكه مزدهره وقتها، مزدهره باهيه. هذه العباد ما حبوش يفهموها، ما حبوش يقراوا التاريخ المحيط بوجود، يقراوا كون شو هكا علاش ولي داعشي، خاطر يقرا كون الدين الاسلامي الصحيح هكا علاش ولي داعشي، ما يقرا المحيط به تعرف لا هو غلط معناه. ومعناه تبنيته دوله هكا علاش قعد، خاطر تبنيته دوله. وثانيا يقولوا لي الاسلام في القران في لوح محفوظ، وين سوره الرجم؟ فما ثلاثه ايات وهما ايات ناقصين مش موجودين. سوره الرجم كي تكتب فما سيت تكتب قول لهم منين يجي، قداش مره قداش واحد نقول لهم منين يجي حكم الرجم، يقول لي حكم الرجم يجي من القران. كيفاش حكم الرجم يجي من القران وفما حتى كلمه الرجم في القران؟ هو خاطر فما سوره الرجم وقال منها محمد ايه وموجوده في احاديثه، لكن الصورة كامل ما تقدرش، والشيوخ الكل وحتى الدواعش يستعرفوا بها. والمسلم اللي حاسب روحه مسلم يقول لك احنا مليار و700 ولا مليار، كي تقول له عليها يقول لك انت تكذب تلفها في الدين، فمش منها الصورة هذه. ايه تو بربي نجي نشدهم، تو نوخوا على الداعش اللي يكون موجود ولا نوخوا عليه هو. برشا اخطاء معناها حتى يلموا روحهم في الفكر. بس اوضحها هون، يعني القران اللي بيدعوا انه الله ما متكفل بحفظه بهالكلام الفارغ هذا،
آية الرجم، أظن آية الرجم يعني أكلتها داجنة من دواجن عائشة يعني. يعني تصور كلام الدفن. الله حيوان يأكله، يعني كيف ما تحرف، يعني كيف الله متكفل بحفظه ويجي داجن من الدواجن يأكل آية من آيات الله. وهذا موجود بصحيح البخاري، بصحيح مسلم، بأغلب الكتب الصحيحة الموجودة عند المسلمين. يعني شيء بالفعل يخلي انه اللي عم بسمع الكلام هذا ويؤمن بهالقرآن هذا يكون يعني حيش السامعين حمار، يعني غير هيك انا ما بقدر اسميه للاسف الشديد. شو رايك؟ تفضل. انا رايي في الموضوع هذا يعني لازم العباد تفهم. رايي الوحيد نحب العباد تفهم، نحب وقتها نقول لهم على الحكايه يشوفوا معناها يثبتوا، ما يخليوهاش كيك يثبت. خطاقة برشا عباد معناها في بالها، معناها في بالها انه دينها صحيح، برشا نقاط غلطة كي نقول له عليهم ما يمشيش يثبت، يسالك ثبت حتى على خاطري، يتثبت تو تثبت اللي انا غلط معناها، ما يسالش برا ثبت، برا حلو ثبت. ملك لا ما يحبوش يشوفوا، ما يحبوش يحلوا عينهم مسكرة، عينهم مسكرة، خوف، يخاف، عباد تخاف، يقول لك نحب ما نرسكيش بنزوز الجنة، ولا حتى شكون قال لي معناها يعمل لي اني اموا حتى كي ما لقيتش ربي، اما ملك انت ما لقيتش ربي شو يصير فيك؟ معناها الحياه راهي قداش احنا باش نعيشوا 0.0001، خلينا نستمتعوا فيها بلا نجم وسيبونا قالوا شنو هو قالوا تمشي. اخي اشرف انا يعني نحن تقريبا وصلنا لنهايه الحلقه، بدي منك تقيم لي حمله اجهر. طبعا انا بصفحتنا على الفيسبوك واصدقائنا انا بتشكرهم كثير الشجعان اللي اجهروا معنا واللي اجهروا معنا بالبرنامج كمان، انا بتشكر كل اصدقائنا وشجعهم يا شباب اجهروا معنا، اجهروا خلينا نسمع صوتنا، نحن اقوياء بعقولنا، نحن اقوياء بالقلم اللي شايلينه، بال 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 يعني بالقضيه اللي حاملينها، قضيه اكبر مما نحن نتصورها بصراحه. يعني قضية تحرر من العبودية، قضية تحرر من الحطاب، قضية يعني إذا نشوف العصور مثلا التنوير بأوروبا، يعني شباب أنتم اليوم القدوة اللي بدها تشيل بلادنا هاي لباب الأمان، للإنسانية الحقيقية، يعيشوا أولادنا بأمان ويعيشوا أولادنا برخاء ويدخلوا جامعاتهم ويدرسوا، وهذا حق من حقوقهم. يعني كيف بتقيم حملة إجهر؟ تفضل أشرف. هي حملة عجبتني على الأخر، مباهية، خاطر معناها الإجهار بالإلحاد يخلي معناها العباد حتى تأخذ حتى فكرة صغيرة على الإلحاد. هذه أول حاجة. ثاني حاجة، فما يكون قبلنا عملها ونجمها عام 1824 وقتها ما كانتش فما تكنولوجي، ما كان فما حتى شيء، عملوها بكتيبتهم استيلواتهم فلسفة الأنوار 1824، معناها نجموها في عام 1800، احنا تو عندنا انترنت، عندنا كل شيء، ميسالش نستعمل الوسائل هذه الكل، وميسالش خلينا نتسبوا خلق هذا وخلي يقولوا علينا اللي احنا معناها جيست نقولوا في كلام فارغ ولا هذي. اما خلينا العباد تفهم، خلينا نقريوا العباد، معناها في عصر احنا نجمو نتحركوا، اما شنو المشكله لو خليتنا ما نتحركوش؟ العباد كل يوم خاخه مربوطه بالسلاسل، نحب العباد تتحرك، هذا نحب، خاطر نشوف انه الالحاد خاصه كي يضرب في دوله مسلمه ساعات نخمم بالحق كي مهبول، نخمم كي نرقد نقول كان تونس جات كلها ملحده، كي تونس جات كلها ملحده شنو النظام الاخر اللي باش تاخذه؟ سهله برشا، ديمقراطيه، عايش في ديمقراطية، أنا ما خيرش منه، أنا حتى أقل حكاية، أقل حلم صغير، نوصل ديمقراطية صحيحة، خاطر هذه عمرها لكن ديمقراطية صحيحة اللي نعمل فيه، عمرها لكن زاد دين إسلامي صحيح، أنا خاطر ما تجيش في النص، دونك نحب نوصل، نحب العباد التوانسة الكل تعرف، والعالم العربي الكل يعرف، ولا حتى العالم الأئمة بالمسيحية، فيق عليك تعيش في كذب، فيق على خاطرنا، خاطر من خاطر معناها هو داعش هو عملت وكذا، وهو روسيا ولات تضرب، وهو امريكا ولات تضرب، وهو تشوف كل ولات تضرب، تي هو ولات حرب، تي بربي تقوم بلا غلطه تو تمشوا فيها مليارات، بربي تقوم بلا نوويه تمشوا فيها مليارات، يعني خليونا نعيشوا لاباس، سيبونا من
لوحده وكذا وخمموا شويه. تو هي حاجه كبيره، ما تقوليش امشي للشيخ الفلاني تو يفسر لك الدين اللي ما فهموش. هو دينك هو معناها مبدا انت لازمك تفهمه. فما واحد ما يفهموش المبدا نتاعو، افهم المبدا نتاعك، ما تقوليش عند الشيخ مبداك مش عند الشيخ، مبداك عندك انت، عندك شخصيتك مش الشيخ عنده شخصيتك. مش الشيخ يقول لك اش تعمل وما تعملش كل واحد الجمعه وقت هو قاعد يفسد ويقول لك لا الفلوس حتى شيء، هو وقت عنده كرهبه بيام وترى شنو، وانت وقت تعيش في الفقر وتقول الحمد لله. يا معلم اخدم ارمي روحك ترى شنو، ما تقولش لا يعني هاني قاعد خدم المخ خدم ما فيها شيء. حتى وكان عملت حكايه لا اخلاقيه ساعات شويه تعرفها باش تنفعك يسالش على خاطر كي نفعتك انت تنفع غيرك زاد. اما ما نعملوش حاجات لا اخلاقيه. لازم نعبد تفيق انه الملحد راهو معناها مش الدين، مش كون واضح مش الدين يربي العبد، معناها الدين عمره لا كان ربايه يعني متربي. والله لا مش ما لقيت حتى ما نحكي ثلاثة أيام قبل، مشيت لواحد ما نعرفوش معناها حانوت، خذيت من عنده حكاية قلت له أنا أرجع لك مرة أخرى فهمت، خاطر ما عنديش فلوس. ورجعت له بعد ثلاثة أيام ومديت له، عندي الأمانة ما تعلمتهاش من الإسلام، تعلمتها من بابا وأمه لربهم، معناها لازم يأخذها بحق ماهيش من وليوش من حكينا خاطرنا في السير، لازم يعرفوا بالفعل مثل ما قلت. يعني الاخلاق الحميده نحن تعلمناها من اهالينا ما تعلمناها من الاسلام. يعني لو نتعلم الاخلاق من محمد مثلا اللي يعتبروه على خلق كان يعني سبينا وزنينا، كان طلعنا على نسوان اخوتنا نسوان، يعني للاسف الشديد يعني محمد مرت ابنه يعني نط عليها بالعربي الفصيح يعني. فالاخلاق نحن اخلاقنا افضل من اخلاق نبينا اللي يدعونا انه على خلق عظيم وافضل الناس. لا، اي ملحد افضل من نبي الاسلام باخلاقه، هذا الشيء مفروغ منه يعني. يعني بكل صراحه يعني انا احكي وماني مستحي وماني خايف من احد يعني. طيب اشرف، كلمه اخيره بتحب توصلها للملحدين للمسلمين لعموم الناس اللي شاهدين؟ انا نحب انا لو كان يكون يشاهد فيها معناها جو بريفير يشاهد فيها واحد مسلم ولا بديانة اخرى خير من يشاهد فيها واحد ملحد، خاطر الملحد اللي نحكي فيه بشي وافق بشي يقول صحيح تينو بشي يقول المعلومة هذه فيها شوية خطأ كهو. اما نحب الاخرين يناقش روحه ويحكي مع روحه يشوف يقول هو شوفوا ما برش عباد معناها كما نقولوا ماشي في المذهب هذايا، خلينا نشوف واني خلينا نعمل عليه طلع حتى شويه يسالش نشوف وجهات النظر الكل في الدنيا هذه، خاطر اي وجهه نظر بك باش تشوفها حتى وكان هي مشومه باش تنفعك في طبيعتك باش تنفعك في شوف يسالش. وكان كملت في اسلامك يسالش ما نقولكش ليه، وكان وليت ملحد صح عليك معناها مانيش حاكم عليك يعني ما يسالش شوف ما قلتلكش اني ولي ملحد، مانيش كيما رسولك قال لك ولي مسلم ولا نقتلك ولا ادفع جزية اني قلت لك معناها شوفوا برا جو تشكك طرفوا برا على خاطرنا معناها باش ما تقتلناش معناها باش ما تدافعش على الدواعش اللي قاعدين يعيشوا معنا في تونس، خاطر برشا دواعش قاعدين يعيشوا معنا في تونس مضغوطين بالاسلام المعتدل هكا. علاش انت هكا في ضررنا ما قلتلكش هكا معناها اي مسلم نحكي معاه ما قلتلكش راك انت ما قلتلكش راك انت الارهابي، ما انت العصا اللي تك عليها الارهابي حتى معناها الارهابي عنده على شنو يتقوى فيك انت، خاطر كي تجي تحكي وتقول النقاب انت اول واحد مسلم ما تدل باش تتكلم وتقول ليه النقاب، ليه النقاب ينجموا يتخبوا وراه تحت رجال ولا نسي وهازين السلاح، راهي العقليه مش كان عند الرجال العقليه توصل حتى عند النسي. لا ما نجموش نقضيو على داعش، كان في بالكم جاي باش يقضي على داعش راهو صعيب، جيش معناها داعش ماهيش جيش، داعش فكره في الراس، داعش كيما برشا وحدات اخرين جاو قبلها كيما بن لادن كيما كذا، ما داعش قويه بالفلوس، مره هذه داعش عارفه تخدم، مره هذه بالحق عرفوا يخدم، معناها عباد تك تك بمخاخهم، عرفوا شكون يجيبهم من الاول، ما جابوش عامة الشعب. وعرفوا يخدموا وصلوا هما كي وصلوا ما وصلوش بالقيس ساعة هما كي تفرش في داعش تقول هو صور وسطى بالكاميرات معناها كهو تشوف حتى شيء جديد. وكان انت معناها بزلت مقتنع انه داعش معناها كما نقولوا امريكية وانت هو الصحيح
والناس الكل هما معناها كل كونتري كنتي ومؤامرة عاملينها عليك انت وكذا، نعرف راهو حاجة برك ميتها روسيا ولا امريكا اللي عامله عليك المؤامرة مخبية، وكان تبعث لك صاروخ تقتل تمحينا احنا كنا العرب، ما مش لازم يعملوا علينا مؤامرة ويركحوا ارض الميعاد. يا عادي هما تجبدوا روحهم لاوروبا وامريكا وروسيا وكل يجبدوا روحهم وقال اسمع هاي برا نقتلهم هاي برا تك، ولا هبطوا لك جيش في الافريق من الافريق تو الجيش بدها هبط لك تو جزر العرب الكل، معناها مؤامرة هذه انساها. مش علاش بيعملوا عليك مؤامرة، هما المؤامرة الوحيدة ما نقولكش يعني ما مش يتآمروا، المؤامرة الوحيدة ترش على فلوس البترول اللي انت مش قاعد تتصرف فيها بجورة الدين، ولا انت قاعد تخسر فراضيك بجورة الدين، ما مش قاعدين يخموا. الأمريكي ايش يعمل؟ يمشي ينقز كيما عملوا في الحرب العالمية الثانية وكذا، ينقز يستغل يا أخي يا عباد تستغل عباد تعرف تخدم روحها، يجي يستغلك غادي يقول لك عندهم حروب هاك السلاح، لما ما يبيعش تبع ما يبيع أحسن ماركتينج هذا كاين، هو مع البلوش بيك هيك الحاجة باهية. الأمريكي راه مع البلوش مش وحدة مؤامرة، هو حتى كي يشوف داعش يشوفها فلوس داعش. طيب أصدقائي يعني قال شو مؤامرة يعطيه داعش سلاح. طيب أنا بتشكرك كثير أخي أشرف، شكرا لك كثير صراحة، أنا بتشكر الوقت اللي أعطيتنا إياه. أصدقائي أنا بتشكركم كمان للمتابعة، طبعا الثلاثاء الساعة 8 بتوقيت لندن في عندنا حلقة مع الأخ أمير البحث شجاع البغدادي عن نشأة الحياة، وطبعا هي سلسلة من نشأة الكون لحد يومنا المعاصر. بصراحة ما بعرف كم حلقة بدها تاخذ معنا، يعني أظن حلقات كثيرة راح تاخذ معنا، فيا ريت تكونوا معنا اليوم الثلاثاء الساعة 8 بتوقيت لندن. أشكركم كثير أصدقائي، وبتشكرك كثير أخي أشرف. إلى اللقاء في حلقة قادمة. من أنا؟ ملحد. أنا العقل، أنا الحب، أنا الإنسان، أنا من صنعت من الحياة ضحكة، أنا من يتغنى العلم بأمجادي. ملحد أنا، وهذا هو عصر النجوم، عصر الحرية، عصر الحب وثورة الإلحاد. هذا أنا أيتها السماء، هذا أنا أيتها السماء، أعلن بك حكم الإعدام، أعلن بك تحت نور الشمس الحامي.